صباح الخير. صباح النور. بص يا ست سامي، ال 40 بتاع ابويا خلاص خلص وخدنا فيه الواجب وزياده. الله يرحمه. وارحمنا جميعا. الناس بقى بدات تلخبط وتلوك في الكلام، وانت صغيره والناس لسانها طويل. قطع لسان اللي يجيب سيرتك كلمه. وما حدش هيقول في وشك حاجة، واحنا ليه يا ست؟ ما نلمها. قصدك ايه يا اخوي؟ قصدي ان انت تلم هدومك انت وابنك وتروحي بيت اهلك. مصاريفك انت وابنك اللي هو اخويا الصغير هتوصلك لحد عندك. بتمشيني من بيت جوزي يا سعيد؟ الله، ما نلمش احنا. اما امرك عجيب. بقولك الواد ابني كبر وشنبه بقى في وشه. افهمك ازاي؟ يا ست انا بحافظ عليكي وعلى شرف ابويا الله يرحمه في تربيته. بعدين يعني انت هتمشي وتسيبه ورثك؟ فبقى كل حاجه قبل ما يموت، واحنا اللي هنقوله هنعيده ولا كل شويه اطلع لكم العقود؟ لا يا اخويا ما تطلعش حاجه، ما دام ما احترمتش عظم التربه اعمل اللي انت عايزه، واحنا لينا رب يسترها في الدنيا والاخره معانا. تمام، حديث صحيح. خدي وقتك ولم حاجتك وخلي بالك من نفسك. اي حاجة تعوزيها انت او ابنك اللي هو اخويا الصغير من العين دي قبل العين دي، الدم عمره ما يبقى ميه.